السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إلكتروسات بلاس. اليوم جئناكم بالهاتف أوبو رينو 4 وسوف نعلمكم كيفية فرمتة الهاتف بطريقة سهلة جدا. أولا نقوم بغلق الهاتف، ثم نقوم بالضغط على باور وخفض الصوت في نفس الوقت. كما تشاهدون فتح الهاتف مع خروج 3 لغات، الإنجليزية والصينية واللغة الأخرى لا أعرفها، أنجلي. ننزل على إنجليزية. هنا يوجد 4 أسطر، هنا باور أوف غلق الهاتف، روبوت يعني فتح الهاتف وغلقه، وايب داتا نحشنا احنا بالوايب داتا. هنا يطلب مني بوضع هذا الكود السري المتكون من 4 أرقام، 7 2 5 7. ننزل هنا على نضغط هنا على فورما داتا، هنا يطلب مني اتراجع او نضغط على فورما، يقوم بالفرمتة. يطلب مني الانتظار، بليز ويت. ننزل على اوكي، نشاهد غلق الهاتف. الان يشتغل، المطلوب الانتظار 2 دقائق 2 دقائق حتى يفتح الهاتف، يقوم بالفرمتة. ننتظر قليلا. الان فتح الهاتف، يطلب مني بوضع اللغة التي اريدها، العربية. ننزل على التالي ثم التالي. هنا نقوم بالضغط على كلمة التجاوز ثم التالي، المزيد، قبول. هنا لاحقا التالي، لاحقا البدء، إغلاق. كما تشاهدون الهاتف فتح من جديد وتمت عملية الفرمتة بنجاح. شكرا أعزائي المشاهدين على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.